بين الصخور وفي أعلى جبال ولاية البيض يتدفق منبع مائي غاية في الجمال، مياه عذبة دافئة في فصل الشتاء وباردة في فصل الصيف. مصدر المنبع هو منبع قرارة بولاية أدرار، تحديدا منطقة المنبع التي تبعد عن الشلال حوالي 700 كيلومتر عن منطقة الشلال بولاية البيض. منبع عين الشلالة مقصد آلاف الزوار، يزخر بمناظر غاية في الروعة والجمال التي تأسر الناظرين، إضافة إلى أنها تزود المساحات الخضراء بالمياه، وموقعها المتواجد على التلة جعلها تكون مميزة عن غيرها، إضافة إلى أنها منبع مائي صحي حيث يخرج منها نور التمر الذي يساهم في شفاء أمراض آلام الظهر والمفاصل وغيرها من الأمراض. منبع عين الشلالة من أهم المنابع بولاية البيض وأقدامها، إنه الوجهة السياحية بامتياز لأن منظر الحقول المجاورة وصوت هدوء الطبيعة كخرير المياه جعل من المنبع مقصد كل الولايات وخارجها.